مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. رمضان مبارك إن شاء الله. بمناسبة شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالخير. اليوم 12/3/2021، بكرة احنا بمدينة برلين، بكرة رمضان. فلقيت لكم بهالمناسبة بعض التطبيقات اللي تستخدمها برمضان، تطبيقين للأذان وتطبيق لقراءة القرآن. طبعا إذا تشوفهم تطبيقات مجانية وهسه تشوفها، هذا واحد من التطبيق وهذا الثاني. واحد تطبيق، التطبيقين يدعمون ويج، بس واحد منهم يفتح الويج مالته. هسه تعرفون شلون. شوفوا هذا هنا مفتوح الأذان المغرب العشاء بالويج، هنا كلها مقفلة العشاء المغرب ما ينطيك إياها، هذه إلا تفتحها يعني مو مجاني. واحد تطبيق القرآن الكريم، هذول التطبيقات راح أحطهم بصندوق الوصف تشوفون. طبعا تدخل على أول تطبيق أذان برو، يعني أنا التطبيق عجبني، بس التطبيق يعني كله إعلانات يعني، فيعني إذا ما تفتحها بفلوس يعني صعب. يعني شوف الأذان يطلع حيات المغرب العشاء بكرة، الإمساكية الشهرية، إذا الدخ إذا تريد تدخل عليها راح تدخل هم إعلان وكذا، القبلة مثل اليوم قراءة المزيد، فتشوف القبلة. هسه إذا نروح على قراءة المزيد تدخل على أسماء الله الحسنى، الرحمن مثلا، الرحيم، دخلت على القرآن تريد تقرأ، والله يعني قبل شوية إلا ياخذ إعلانات. فهسه يعني سبحان الله ما دا ياخذ إعلانات، فيعني إذا هكذا يعني كويس يعني. فأنا يعني هو هذا شوية ما عجبني، كان شوية إعلانات بي. Für alle, die auf Prospekte stöbern stehen, die sollten jetzt mal die Ohren spitzen, denn bei dieser الإعلانات ممكن صورة اليوم، فيعني صلاة الفجر، الإمساكية الشهرية، فهي إمساكية. هنا الترقية إلى بريميوم، شوف راح يقول لك إيش قد شهري سنوي مدى الحياة بخمسين أورو، فهذا هو الزين. فهذا هو يعني الأذان، فتقدر تفعل الأذان وكذا. فهذا منه هنا الإعدادات، تدخل إشعارات الظهور تقدر يعني تتحكم بها أنت. الأذكار هذا عجبني، تطبيق يعني بدون إعلانات، لو حبيت ترقيه من هنا. النسخة يعني اشتراك شهري سنوي بثمانية يعني، فيعني هذا كلش حلو. وأسماء الله الحسنى تدخل موجودة زين. بس أنا ما لقيت قرآن هذا بي، يعني ما لقيت قرآن، لقيت المواقيت الصلاة بي ويدعم وجه، فاستقبال شهر رمضان هذا الدعاء. فهنا ما لقيت قرآن، العداد، الصلاة المنوعة، القبلة هنا أوكي، المفضلة، فالأذكار، فخلفية المواقيت، فهذا هو أذكار الأحبة. القرآن الكريم لقيت لكم هذا التطبيق اللي من البنك التمويلي الكويتي، فإذا تكبر مثل شوف، إذا تصغر كثير راح يطلع لك الإعدادات ويطلع وضع ليلي ووضع نهاري. بالنسبة لي أنا اللي أستعمله اللي يذكرني، أنا أستعمل هذول لكم لأنه على مود يدعمون ويج. أنا اللي أستعمله هو هذا التطبيق وشارح عليه، تحبون تشوفوا موجود عندي أنا بالقناة، شارح عليه هذا التطبيق أذان، هذا اللي أستعمله. تطبيق شامل أنا، هذا تطبيق من قبل منزله، شامل يضم كل شيء يعني، يعني كل شيء يضم. فبي قرآن، بي حديث تشوفون، القبلة، القرآن، الأذكار الرئيسية، هذا أنا شارح عليه. لو حبيتوا تشوفوا موجود بالقناة، راح أتركه بصندوق الوصف. فهذا هو اللي إذا حبيتوا تشوفوا هذا كلش. وبي أيضا أوقات الصلاة موجودة كلها، بس ما بي الوحيد اللي بي ويج هو ذاك اللي قلت لكم عليه أول واحد، وهم راح أترك الرابط هذا البرنامج بصندوق الوصف. إن شاء الله تكونون استفاديتوا،
ودعائكم، ورمضان مبارك علينا وعليكم، الله يتقبل والله ينجي الجميع من الكورونا. وإن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوني بالدعاء. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة.